تعمل جمعية أيتام الجبيل على إطلاق العديد من المبادرات تضم حزمة من البرامج والأنشطة لتعزيز قدرات مستفيديها من الأيتام، تشمل المجالات الاجتماعية والترفيهية والنفسية، إضافة إلى المجال الثقافي والرعاية الصحية. للمزيد ينضم معنا من هناك مراسل الإخبارية في الجبيل الزميل علي اللغبي. علي، حدثنا عن هذا العمل الإنساني الاجتماعي الوطني الذي تلعبه هذه الجمعية. حياك الله جبريل ومتابعي الإخبارية. أتواجد الآن في جمعية أيتام الجبيل. هذه الجمعية التي أنشئت عام 1438 للهجرة تعمل على تنمية ورعاية الأيتام هنا في الجبيل، وتسعى هذه الجمعية إلى تهيئة مقومات العيش للأيتام ودعم جهودهم كذلك في المجتمع. الجمعية حقيقة هي تعمل من خلال مجالات عدة. هذه المجالات تشمل الرعاية المعيشية الأساسية للأيتام بالإضافة إلى الرعاية التعليمية وكذلك الرعاية الاجتماعية والترفيهية إضافة إلى الرعاية المالية والصحية. منذ بداية الجائحة ضخت الجمعية أكثر من مليون ريال في حزمة من المبادرات شملت المجال الإغاثي والمجال الوقائي وكذلك المجال التعليمي بمستفيديها والذين يبلغ عددهم 622 فرد من الأيتام والأرامل. العودة للحياة الطبيعية، دابت الجمعية إلى إنشاء مبادرات للأيتام ستنطلق من مشيئة الله خلال الفترة القادمة. الآن وفي هذه الأيام تقوم الجمعية بتوزيع 104 جهاز لوحي ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الطلاب في تعليمهم الأيتام. كما تشاهد ويشاهد المتابعون خلفي الصورة، تقوم الجمعية بتهيئة هذه الأجهزة ليتم توزيعها خلال هذا الأسبوع على الأيتام المستفيدين من الجمعية. كذلك هذه الجمعية تعمل حقيقة على برامج نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة لليتيم هنا في محافظة الجبيل. طيب يا علي، شكرا جزيلا. الحقيقة تتمتع المنطقة الشرقية بالعديد من الجمعيات التي تقدم مثل هذه الأعمال. شكرا لزميلنا مراسل الإخبارية من الجبيل الزميل علي اللغبي.